غزوله وريني، انا اقسم بالله انا تعبت من سنينك دي حرفيا. يعني يا جماعه بتغير السنان يعني في السنه 50 مره. ايه ده؟ تعالي يلا. بس مش عامل ازاي يا قلبي؟ وفريوز برضه هتخلع معايا. فريوز؟ فريوز؟ طب ثانيه نشوفها عشان تيتا ممكن ما تكونش لابسه حجاب. سنتك ايه؟ ترقص. ترقص؟ تيتا تيتا احنا قاعدين نخلع الغزل سنتها. تيتا بتخلع سنان كتير قوي يا تيتا. الدكتور قال ذكاء. ذكاء؟ اه. شفتي بقى مش عارفه ذكاء ايه اللي بيخلع السنان ده؟ تيتا ريحه ايديها بصل. استنى شكلها كده قله الغذاء. لا والله الدكتور بيقول له ذكاء. كالسيوم قله كالسيوم. لا قله كالسيوم. بص انا عايزه اجهز نفسي. استنى انا هاتي الغزل دي. هاتي الخمار هاتي الخمار. هاتي. خدي يا ماما. خدي يا ماما البيت. ثواني ثواني. استري نفسك يا. استري نفسك يا وليا. استري نفسك يا وليا. بس العقفه دي. دي اول ما لقيت دروسها بتاعت مسنتها بتصحى ايه ده؟ ايوه ودي يا نصر. بصي يا تيتا. يا مامي بس ماما في يوم وليله. عندها كام سنه غزه؟ 9. نايم. ماما 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 هو في يوم اطلعوا بره في انا حاسه انتوا واقفين في مكان زحمه مش عارفه اصور اصلا. ماما بس هو ماما كده مش يعني انا عايزه اسال سؤال بس. انتوا غيرتوا مره واحده. طب انا دي غزل رابع مره والله. وديها للدكتور. الدكتور قال ذكاء. الدكتور والله العظيم قال قلنا له قال لنا دي شده ذكاء بيدل على شده الذكاء. تيتا تيتا طب هو في يوم وليله تيتا في يوم وليله بتلخلعوا؟ اكل حاجه جامده. لا والله لا ما كلناش حاجه. ما كلناش حاجه جامده يعني. احنا كل اصلا حاجات نطريه. لا يلا روح. عقبالك يا فيروزه. عقبالك. خلي بالكوا عشان القدام بيقدم عليكي. بس استني اقفلي بقك شويه يا زين. يا زين لا اقفلي بقك. ما غزل وقفي كده عشان تتعب. استني بصي دي طالعه فوق يا بنتي. اقفلي بقك. بصي طالعه فوق ازاي؟ اه يا روح طالعه فوق دور. بص يلا مش شايفه كده. بصي انا ليا 100 قبل كده. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده و100 ويا زين 200 يبقى كده 600 700 يا ماما. 700 دي 800 يا ماما. ماما انتوا انا مش جايه اخلع سنة عشان اتقلب انا. خدي بجد بجد والله. وريني وريني وريني. اقفلي بقك شويه. اه يا روح. ايه ده السرعه دي؟ انا ما اقدرش اعمل كده ابدا اقسم. لا تعالي مش المطبخ. تعالي من الحمام. اجري اجري. خش يلا استنى اجيب لك حبه ميه. دم. ايه دم؟ انت ايه بتعملي ايه يعني؟ خدي شويه فلفل صلصه بيمنع الميكروب يمنع اي حاجه. خدي يلا انت معرفش. حطي لك انت في اسنانك مانجا. اه ده ملح بينزل يوقف الدم يمنع الميكروبات. ميكروبات. يلا خدي. ايه؟ وقعت؟ لا خليها احجبها في الشمس. دي بتحوشهم تحت. عندها ضرس وسنتين تحت كده. انا عايزه منكم كام؟ 800 جنيه كمليهم 1000 بقى. انا هفتح بعد كده عيادي. اصل انا ما اقدرش اقسم بالله اعمل كده ابدا. خلاص يا زوزو يلا كفايه. يا اصل طالعه واحده تحتيها. بجد؟ انا مش عارفه ليه. ما هو اللي زقها فوق كده في واحده تحت. خلاص افتحي. مبروك يا لولا. انا فاتحه عياده. ماما عايزه 800 جنيه. 800 جنيه بسببك انت واخوك اتدبستولي في 800 جنيه. خلاص يا شمسي يا شمسي يا لولا. الامن بتقولي لما بتقولي لما ترقص. اما ايه؟ لما استنى ترقص. ترقص كده؟ وريني كده سنانك. ما تخافيش ما تخافيش. خايفه. انا لو تحت المخده واسحب الصوت تلاقي فلوس. طيب خلاص هات لها كالسيوم من الصيدليه. ورا الدكتوره غزه. الدكتوره هين بقى. ايه ده؟ ماما حرمانهم. انا ما بياكلوا بيضوا بياكلوا كل حاجه. كل حاجه فيها غذاء. واشربي ليمون. والله بياكلوا وبيدوا بيشربوا ليمون وبيعملوا كل حاجه صح؟ بص ده اشربي ليمون. لا مش هتعصي ليمون. انا درس كنت عاملاها عصب. قومي يا غزه روحي عشان انا. ليمون يا زوزو. طب جابت شويه. ايه؟ بس انت ما تبقاش
انا بشربه من غير انا هعمله لك بابا، انا هعمل لك تحت بشربه من غير سكر. افتحي كده. نعم. طب ايه اللي جنبها دي؟ لسه خلع درس؟ الدكتور زقه لك. بصي في واحد رايد خلع. يا نهار ابيض يا زوز، ما عايزه ماما دي راحت لدكتور، دكتور سنان دكتوره بتقول لها اخلع لك ولا احشيلك. غزقت لها وانا افهم في ايه، انا ما اعرفش حاجه. لا تخلع على طول. طب يلا يلا مبروك. بس يا ماما تنسيش ال 800 جنيه. 800 جنيه. انت سمعتي حاجه؟ سمعتي حاجه؟ انا ما سمعتش. فين الجاكيت؟ انا ما سمعتش حاجه. يلا بينا. استنى، في حاجه بتتضايق جوه. ايه اللي بيتضايق هنا يا ماما؟ ايه ده؟ بيدوقهم حاجه. فروت سالد. بس امك ما تعرفش تعمله اصلا. دوقي يا ماما. دوقي بس. انا ناسي يا زوزه. دوقي يا زوزه. دوقي يا حاجات كده جميله. خدي ايه دوقي؟ انا موز. انت يا دوقي. يا جماله. لا والله حلو. واو. الموز. ما تيجي بنتي تاخدينا احسن عند اختك. الابيض ده ايه؟ فين الابيض؟ زبادي؟ اه زبادي وعسل. كنت احط زبادي فواكه يا واو. تعالي بقى يا زبادي. انا اصلا عاملاه صالح لقلبي بس لسه ما جاش. شايفين التفرقه؟ شايفين؟ امي بتفرق ما بين عيالي وعيال اخويا، عشان لو لقيتوا حاجات حصلت اليومين الجايين بتزعلني. لا اديكي حبه منهم. يلا بينا. انا هعمل لك انا تحت، عندي فراوله وعندي موز وعندي اناناس. يعني هتعملي لها؟ هعمل لها. يعني ما تدهاش؟ لا ما تدهاش. طب خلاص. واحنا بقى هنحط عليه كوندنس ميلك. لا مش زبادي. الله يرحم امك يا اخي. انا بحب بنتي. بصي البساطه، ما بحبش اتكلم انجليزي ولا بحب اتكلم مش عارفه. يا لبن حليب لبن مكثف محلى كوندنس ميلك، مش هحط عليها زبادي واحط عليها عسل؟ طيب زبادي وعسل حد يدول. والنبي اكتبوا لي في الكومنتات، والنبي اكتبوا لي في الكومنتات حد يعني بالزبادي. بالزبادي احسن؟ ايه؟ بالزبادي احسن ولا باللبن المكثف المحلى؟ لا المكثف لا. والله طعمه حلو قوي. يلا بينا. عايزك تعمل ايه؟ ماشي. شكرا ماما جدا على هذه التذوق وعلى خلع الخيال. 800 جنيه ماما عايزه مننا 800 جنيه. يلا بينا. يلا برنسو خلعت. يلا بينا. ام اسنان مخلوعه، ورينا ام اسنان مخلوعه. سنينك مخلوعه يا لهوي. اسنانها بايظه اقسم بالله، اسنانها بايظه. حشرها جوه. حشرها جوه. استني يا بنت ما تجيبي معايا. بالراحة بالراحة. تاهت مني. على مالك على مالك. هتحطيها فين بقى؟ بصي انا هقول لك. استني بس اطلعها. استخبيتي مني ليه؟ طلعتيها ولا لا؟ هتحطيها فين بقى؟ السنة دي بقى. هتحطيها فين؟ مش مسوسة وجدعة. امال اتخلعت ليه؟ بس فيها دم. هتحطيها فين؟ بص احطها تحت المخدة. وبعدين؟ بكرة تلاقيها فلوس. طب خلاص هنشوف. خلاص؟ ماشي؟ يلا بينا.